كشفت الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل أب العروسة عبر حسابها الشخصية على انستغرام عن الصورة الكاملة لحفل خطوبتها على الفنان الشاب ماجد الشرقاوي بحضور أسرتها وعائلة العريس. ولاء الشريف مع والدها الحقيقي. الفنانة ولاء الشريف التي أعلنت خطوبتها من الفنان الشاب ماجد الشرقاوي الأسبوع الماضي ظهرت بلقطات عائلية مع أفراد أسرتها وبينهم والدتها وأشقائها ووالدها الذي أثار اهتمام الجمهور معلقين بأنه أبو العروسة الحقيقي. وكانت ولاء الشريف اشتهرت بدور العروسة في مسلسل أب العروسة، بينما قدم الفنان سيد رجب دور والدها والذي لاقى نجاحا كبيرا بهذا الدور. وارتبطت ولاء الشريف بقصة حب منذ أكثر من 3 أعوام مع زميلها الفنان ماجد الشرقاوي من دون أن يفصح الثنائي عن علاقتهما للإعلام سابقا، الأمر الذي شكل مفاجأة للجمهور. وفور إعلان خطوبتها انهالت المباركات على الفنانة ولاء الشريف من زملائها في الوسط الفني وبينهم الفنان سيد رجب وأسماء شريف منير وأبطال مسلسل أبو العروسة وغيرهم. ولدت الفنانة ولاء الشريف في عام 1988 وانطلقت في التمثيل في سن صغير من خلال فرق مسرحية تابعة لقصور الثقافة، ثم انتقلت بعد ذلك لتدرس فنون المسرح في القاهرة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 2011. وشاركت ولاء الشريف في العديد من المسلسلات الدرامية في الأعوام القليلة الماضية، حيث شاركت في مسلسل الزوجة الثانية ومسلسل الداعية وسيدنا السيد وكفر دلهاب ومسلسل الأب الروحي وغيرها.